أسأل بس سؤال أخير. العقيد شريف والدها، عقيد شريف يعني ما فيش شك إنه يعني استهدفت منا، يعني وفقا للمعلومات دي، لأنها ابنة ضابط جيش. بس هنا أنا بقول لحضرتك في هذا الإطار، يعني التحريات العسكرية، يعني اتجهت إلى أي اتجاه؟ التحريات العسكرية اتجهت لأنه موضوع إخواني وقالوا إن هو طبقا للرسالة دي هو إخواني، وما زالوا حتى الآن عشان اللبس الكتير اللي حصل دوت والخيوط كلها متشابكة في القضية، كله منتظر تقرير الطبيب الشرعي. يعني التحريات العسكرية أيضا اتجهت إلى اتجهت في بادئ الأمر لأن الموضوع إخواني بحت، ما فيش فيه اي ملابسات تانية. وبعدين لما توقفت كله بقى توقف، يعني هو ده كان توجه، والناس الناحية التانية المباحث برضو كان في توجه عندها، يا اما بلطجية يا اما اخوان، كل واحد عنده توجهه وكل واحد مستني، كل الناس مستنية تقرير الطبيب الشرعي. وانا قلت لهم كتير، قلت لهم يا جماعة بنتي عاملة عيد ميلادها في منتزه الحلمية ولما اصحابها بالكامل وقاعدين، في واحده تعمل عيد ميلادها وتقعد تلم اصحابها بالكامل وتبقى عندها مخنوقه وعايزه تمتحن، في واحده بتتفق تبقى مقفله درجه الامتحان بتاعها اللي امتحنته الصبح، يعني اللي بينتحر ده حتى يعني يدخل الامتحان حتى يسقط، ما يجيبش ما يقفلش الدرجات. وقلت لهم الكلام ده كله، قلت لهم يا جماعه كل المؤشرات بتقول ان منا مقتوله، اتحركوا، لان التباطؤ في التحرك دوت والتباطؤ في القضيه ممكن يخلي الجاني يبقى في بلاد تانية خالص غير مش في مصر كلها. وانا عايز حق بنتي، وقلت قلت الكلام ده كتير، وبناء عليه عملوا لي الاستعجالين بتوع تقرير الطبيب الشرعي، وحتى الان ما فيش اي حاجه جت من اي اتجاه تقرير الطبيب الشرعي زي ما هو، ما يعني مش عارف ليه متاخرين فيه ليه ده قضيه. يعني الحقيقه اتمنى الاسراع بكشف كل الملابسات، لان انا عندي يعني ابنه ضابط جيش، اذا استهدفت لانها ابنه ضابط جيش فلا يجب التباطؤ، واذا البعض عايز يريح نفسه ويكيف القضيه على انها انتحار، يعني اعتقد انه ده لن يكون مقبولا، يعني وفي كل الاحوال يعني بنناشد كل الجهات انها تسرع في هذه القضيه. اتفضل. تمام. هو حضرتك اول ما انا طلعت الشقه، الحمد لله انا بعد ما شفت بنتي وابقيت على النظره الاخيره تحت وطلعت جري على فوق، ربنا ثبتني ثبات، انا لحد دلوقتي ما اعرفش هو جاي من عند ربنا، وطلعت بصيت لقيت رئيس المباحث بيشاور لي على مكان رجلي وبيقول لي حدفت نفسها من هنا. قلت له حدفت نفسها من هنا ازاي اذا كان الشباك كله تراب، النص اللي حضرتك بتشاور لي عليه كله تراب، فين ادمها؟ فين؟ الجزء اليمين من الشباك اللي هي اتحدفت منه ممسوح تماما. يعني السقوط كان من الشباك. من الشباك. بالظبط كده. قلت له شباك عالي مش شباك واطي، شباك عالي. ووريته مكان المسحه اللي جسمها كله اتمسح فيها، قلت له انا بنتي ممسوحه من هنا ومرميه من هنا، انا اهو بقول لك بنتي مرميه من هنا، مش مكان ما انت بتقول، يعني هو بيشاورني على الشمال وهي مرميه من اليمين. الشباك ده احنا ما بس حتى انا يعني مع بدايات القضيه الراي العام كله كان مهتما الى حد انه كلنا كانت بتجي لنا رسائل، شفتوا موضوع ضابط الجيش اللي رموا بنته من الشباك او البلكونة، يعني كان الموضوع منتشر بهذا الشكل، يعني وعايزين يكيفوه على انه انتحار، فيعني المجتمع كله كان داخل في حالة جدل متعلقة بهذا الموضوع. طب امال هما ليه قالوا انها شبه الجناية، وليه قالوا طلبوا التشريح، وليه ودوها مشرحة زينهم اللي هي معروف ان هي طالما دخلت زينهم كمشرحة للتشريح ان دي جناية، ليه؟ وليه رفعوا البصمات من الشقه ومن المكان كله؟ وتقرير رفع البصمات فين؟ تقرير رفع البصمات دلوقتي؟ طب فين تقرير اللي بالجواب التهديد؟ طب يعني هات لي تقرير جواب الجواب التهديد. انت اللي معاكي ده خط، انت ده خط منا، ده خط منا. انت عايزه تقولي انه الرساله مش خط منا، لانه اصل خط منا لو تحت تهديد لازم هيبان، لو معمول بالضغط هيبان، وده خط منا فضعات طبيعي، دي استماره اللي منا كانت عاملاها عشان ثانويه عامه
الناس الكاذبه اللي بتقول انها انتحرت، في واحده هتنتحر هتملى استماره ثانويه عامه السنه الجايه هتاخد ايه وتخش ايه؟ ادي الاستماره اللي منا كانت ملياها قبلها بايام عشان ثالثه ثانوي. احنا في كل الاحوال بتوجه لكم بالشكر، مثالي قلنا كل المعلومات. في حاجه بس أصلاً. لو في حاجه ناقصه عشان قبل اتفضل. لما احنا دخلنا وكيل النيابه بسرعه كده قال لنا قبل طب الشرع واي قبل اي حاجه قال لنا القضيه بالنسبه لي 99% انتحار. بعد ما ادانا الادله ديت قال لي كده انتوا قلبتوها معايا 50% جنايه و50% انتحار. قلت له طب احنا جبنا ادله متحرك. قال لا انا عايز اعرف مين اللي عمل استبدال للشريحه. ده مش شغلنا احنا. الحمد لله. ده مش شغلكم ده. بس جبناه. الحمد لله جبناه. وجبت اليوزر اللي عمل استبدال للشريحه. وازاي؟ وعملها امتى؟ وجبت اسم الشخص. وجبنا اسم الشخص قال لي هاتي لي رقمه الرقم القومي. ورحت جبت رقم القومي بتاعه. اديته الاسم ورقم القومي والعنوان والتليفون بتاعه. قال لي طب نستنى بقى التقرير الطبي، يعني ايه؟ طب طلبت مننا الحاجات دي ليه الاول؟ حضرتك انت دلوقتي ممكن تاخد اسمه واقول لي اقول اسمه؟ اقول ليه لم يتم ضبطه؟ قال لي مش عايز اخده. قال لي انا مش عايز اخده من الشركه. في الجهاز. ده في النيابه. استاذ وائل قال لي انا مش عايز اخده من الشركه، انا عايز اخده من بيته. بس هاتوا لي رقم بطاقته بس الاول. بس هاتوا لي رقم بطاقته. جبنا رقم بطاقته. وجبت له رقم بطاقته ورقم تليفونه والعنوان بتاعه واسمه بالكامل. رحت للنائب العام. اول امبارح انا كنت في مكتب النائب العام. دخلت للمساعد بتاعه باعجوبه طبعا وبطرق يعني المهم وصلت له دخلت له جوه فكان رده يعني سفه من القضيه وسفه من الموقف بطريقه غريبه وهو قاعد في مكانه. قال طب وانا اعمل لك ايه؟ قولي لي انت لو مكاني تعملي ايه؟ انا اللي هقول له انا اعمل ايه؟ مساعد النائب العام. يعني بس ثقي انه مكتب النائب العام يعني قال لي خلاص ماشي انا هعمل لك استعجال. يعني هو محامي الشعب ولا يمكن ابدا في كل الاحوال. هو حتى ما سمعش ايه الموقف. ما احنا هنا يعني انا عايزه تفسير. انا بنتي بكره انا اثق انه هذا الصوت سيصل للمستشار بكره يبقى لها 30 يوم العام. طب يعني 30 يوم انتوا منتظرين ايه على المجرم؟ انه يكون هرب وخد كل اللي هو عايزه ولا ايه؟ انتوا منتظرين ايه؟ انا بسال ان كنت انا مدرسه وخدمت 19 سنه بربي اجيال وبحافظ على اولاد الناس وبعمل الناس باحترام وادب وان كان جوزي سياده العقيد في شغله بيراعي ربنا فيه وإذا كان إحنا كلنا ناس محترمة وما عندناش أي أعداء وأي مشاكل مع حد يكون ده جزاتنا ويكون جزاتنا إن بنتي تترمي بالمنظر ده وبدل ما يجيبوا لي الجاني يطلقوا لفظ منتحرة